توبتهم وأولئك هم من هو المقصود بتلك الآية الكريمة؟ قال قتادة وعطاء: نزلت باليهود، كفروا بعيسى والإنجيل بعدما آمنوا بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال أبو العالية والحسن البصري: بل نزلت في أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ثم كفروا به بعد مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على كفرهم وطعنهم في نبوته وسخريتهم من آيات الله وصدهم للناس عن الحق. وقال مجاهد: نزلت في جميع الكفار الذين أشركوا بالله بعد إقرارهم بأن الله خالقهم، ثم ازدادوا كفرا وأقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه. ولأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فإن الآية الكريمة تشير إلى كل من آمن ثم ارتد عن الإيمان إلى الكفر، ثم ازداد كفرا وإضلالا عن الحق. إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، بعد إيمانهم به قبل بعثته، واستمروا على الكفر والجحود والغي والضلال إلى الممات بطعنهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعداوته وسخريتهم من القرآن الكريم وصدهم للناس عن طريق الحق، لن تقبل لهم توبة عند حضور الموت، ولا يوفقون لتوبة حقيقية، وحالهم أشبه بحال فرعون الذي أصر على الكفر والعناد طوال حياته، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله سبحانه وتعالى عليه وقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وأولئك هم الضالون الذين ضلوا عن السبيل وهم يعلمون أنهم على كفر وعلى باطل. وأي ضلال أعظم من ضلال من ترك طريق الحق وهو يعلم وهو على بصيرة؟ نسأل الله العظيم العافية والسلامة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك